لا تدع غيرك يلون حياتك، فقد لا يحمل بيده سوى قلم أسود. حبايبي متابعين قناة هنمود، أتمنى لكم حياة كلها ألوان جميلة بلون الورود، وتكونوا قطفينها من بستان حياتكم اللي كلها سعادة وفرح ورضا إن شاء الله. أعزائي حبايبي حبايب قناة هنمود، الشيف ميمو رجع لينا بأكلتين تحفة 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 تفتح النفس. صينية بطاطس على طريقتنا، اصله سمع الفيديو اللي بقول فيه ان عايز اعمل صينية فراخ بالبطاطس، ما يعني خليكم بس يعني حاجة كده ايه بيني وبينكم. بس كان قد كان ونفذ بس على طريقتنا، اصل مسيطرة. ومكرونة كده هنلونها وندلعها، يا نهار ابيض على الطعامه، قسما بالله يا نهار ابيض على الطعامه، والله 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 تحفه هتعجبكم وتغري ولادكم، هتبسطوا بيها قوي قوي قوي، جديده وجميله قوي قوي قوي، عجبتنا كلنا، خدنا منها طبق واتنين وتلاته، جيليه وبصل وبطاطس وفلفل الوان ومكرونه، وده تحت الشجر يا وهيبه يا مكاننا البرتقان. هنشوف بقى مع بعض احلى اكلتين عاملهم لنا الشيف بمزاج عالي قوي، انبسط جدا جدا وهتنبسطوا باذن الله معانا باذن الله. لا 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 لا، يلا بينا بقى نتابع الوصفات بكل تكتها وحركتها، يلا بينا يا جماعه بقى تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اللية اللي احنا شفناها على الترابيزة من شوية، قطعناها صغير قوي ونحطها على النار، ونحط معاها شوية مية هتشربهم، وهتنزل السمنة اللي فيها اللية، ريحتها تجنن، وداعا للرجيم وداعا للرجيم. واول ما تنزل السمنة بتاعتها تشرب المية وتنزل السمنة بتاعتها، ننزل فيها بفصين توم سلام زي ما احنا شايفين، والفراخ المسلوقة بتاعتنا مسلوقة عادي خالص، هنحطها تاخد تشويحه على الوش ده وعلى الوش ده، تتشوى على الوشين، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. الريحه تجنن تجنن، اللي هي ريحتها تجنن، بالهنا والشفا ووداعا للرجيم. هنا بقى الفراخ خدت وشين، يعني اتحمرت على الوش ده، شوحت على الوش ده وعلى الوش ده، هنقطع بصلايه زي ما احنا شايفين وننزل على الفراخ. معلش الحركات اللي انا بعملها دي ايه، مونتاج. معلش انا فاضيه بقى فمنتج، معلش اكسكيوز مي. وبعدين هنجيب بقى فلفل زي ما احنا شايفين، اللي بيحب سبايسي ربنا يفرح قلوبكم كلكم يا رب. وننزل بالثوم مقطعينه، فلفل وثوم مقطعينه، وبعدين هننشل الفراخ ونسيب الخلطه. وقد كان خدنا الفراخ وسبنا الحاجة الخلطة اللي احنا حطيناها عليها هتكمل، ونكمل فيها حاجاتنا. حطينا فيها البطاطس اللي احنا مقطعينها مكعبات، صينية على طريقتنا، اتشوحت كويس هتعرفوا ليه دلوقتي. وبعدين ننزل عليها بالفلفل الالوان اللي احنا مقطعينه، يتشوح مع البطاطس والخلطة بتاعتنا. وبعدين ننزل بالصلصة، بالصلصة كل ده، والفراخ على جنب اهي، طعمه قوي 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 لذيذه، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وبعدين ننزل بدوائر الطماطم اللي احنا مقطعينها زي ما احنا شايفين، كل ده بالنار بيهبط دونت وري. وبعدين ملح وكمون وفلفل اسود وورق الريحان بقى كده، ويا جماله يا جماله، كله هياخد بقى ويدي كده، والنار هتهبط كل الحاجات دي وتستوي وتبقى اخر عظمه، منتهى الجمال. وبعدين قلنا حطينا ملح وفلفل اسود وكمون وورق ريحان. وبعدين هننزل بشوربة الفراخ اللي سالقين فيها الفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوان تمام كده، خلاص بقى كده، بصوا ما شاء الله هبطت واستوت وبقت عظمة، هتشوفوني دلوقتي وانا بدوقها لكم، انا بضحي من اجلكم. هنزرع فيها الفراخ المسلوقة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، نحط فيها قبل ما تنزل كده بخمس دقايق، تمام، نحطها كده في وسطها كده تقدم منظر جميل. وبعدين ننزل عليها بقى بالموتزاريلا بقى، غرقيها كده موتزاريلا، صينيه على طريقتنا تعجبكم قوي قوي قوي، لذيذه جدا جدا. حد فصيحه يقول لي البطاطس هتتهري يا هنمود، لا 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 لا، هضحي وهدوق قدامكم البطاطس عشان تتاكدوا
ان هي ما تهرتش, وانها بل بالعكس ماسكه نفسها, لانها اتشوحت كويس قوي, هدوق معاك وهتشوفوا انا بضحي من اجلكم. هنا بقى هناخد شويه من الصوص اللي بينزل منها ده الجميل اللذيذ ده, ليه 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 ليه؟ علشان نعمل بيها الوصفه التانية التحفه اللي عجبتني قوي 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 قوي. يعني هي استوت خلاص, حطينا فيها البطاطس والموتزاريلا وساحت, هناخد بقى شويه صلصه منها خليهم على جنب, وتعالي معانا نشوف الوصفه التانية. الوصفه التانية هنحط زيت على النار, نحط فيها المكرونه البنه زي ما احنا شايفين, نشوحها كويس قوي, خدت اللون ده, بعدين ننزل عليها بالفلفل الالوان اللي احنا مقطعينه شرايح, يتشوح معاها. بدل ما بنجيب مكرونه الوان بفلوس, لا هنلونها لهم. وابني كان بيقول لي عايزه ماما مكرونه من الملونه. وبعدين ننزل بميه مغليه بملح, دقيقتين من غليان الميه مع المكرونه اللي اتشوحت بالفلفل الالوان, وننزل بمكرونه بنه عاديه خلاص من الكيس عادي نيه, ما اتحمرتش ما اتشوحتش, تمام اهي. بعد دقيقتين من غليان اهي, طبعا هنصفيها كان بتتسلق عادي خالص. شفت التركيه اللي عملناها الاول عشان بس نشوح المكرونه, بقت بني وبني فاتح وبني غامق وحاجه عظمه قوي. ده الصوص بقى اللي خدناه من صينيه البطاطس الجميله. صفينا المكرونه زي ما احنا شايفين بالفلفل الالوان, وهنضيفها للصوص بتاعنا. وزي ما احنا شايفين المكرونه الدنتي روعه 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 روعه, جربوها مش تندموا. طبعا تقلبيها وخلاص, نبتدي نغرف اطباقنا التحفه الجميله, صينيه البطاطس على طريقتنا بالموتزاريلا والفلفل الالوان. هجرب معاكم اهو بطاطسايه اهو, هعملها بالمعلقه قدامكم قدامكم كله على الهواء مباشره اونلاين اهو. ما شاء الله والله العظيم ماسكه نفسها رهيبه, والطعم خطير خطير اهو, شايفين رهيبة. فولوزو, رائعة رائعة قسما بالله رائعة. والفلفل انا بقى ايه المفروض ادوق بطاطس بس, اتفقنا على كده؟ لا بدوق كله, انا احب الخلطة قوي اللي مع دايما فراخ اللحمة الحاجات دي. بص طب بدوق المكرونة ليه؟ عشان اشوفها لكم الدنتي ولا لا؟ يا جماعة بضحي والله العظيم, رائعة فظيعة فظيعة, بسم الله ما شاء الله, تسلم ايده ما شاء الله, لا قوة الا بالله, رهيبة رهيبة خطيرة, هتعجبكم قوي 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 قوي. يعني من أندر الأكلات, أنا بحب كل أكله رهيب, هو ممتاز, بس أنا 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 كهنموج يعني بحب أكلات معينة, أنا ذوقي ذوقي بحب أكلات معينة, دول كانوا أكتر أكلتين تناسب ذوقي. يا رب تعجبكم إن شاء الله, وأشوفكم على خير في فيديوهات تانية جديدة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, باي باي.